بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء ميكروتك العرب المنتدى والمدونة، النهاردة بإذن الله هنقول على طريقة جميلة أوي أوي لبث القنوات. أنت شايف الجودة اللي شغالة قدامكو دي، الصورة ما بتقطعش، ده علشان بس تسجيل الإيه الفيديو. شايف الجودة اللي شغالة قدامك دي أهي، وبمجرد ما بقلب في لحظة، أنا كده قلبت في لحظة بيجيب لي اللي انا بقلب فيه اهو، تمام، في لحظة عمال اقلب، بيقلب في لحظتها، مفيش اي فرق ولا اي تقطيع ما بين ده وده اهو، تمام. الوقت عايزين نشوف جودة الصورة شكلها ايه، نكبر كده. شفتوا جودة الصورة شكلها ايه؟ جودة صورة نظيفة جدا جدا. دي انا حاططها على صفحة المهندس عمرو اللي راسلنا بيها اهي، لو عملت ريفريش كده هيعمل كونكت وفي لحظة يربط عليه ويجيب الايه القناة اللي شغالة اهو، تمام. هي شغالة بس عشان ايه التصوير مبوظ الدنيا بس، فعايزين نعرف الطريقة نفسها اللي انا ببث بيها دي ايه. خلاص خلاص احنا كده هنقفل، وده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه. انا قفلته خالص اهو. بص يا رجاله، انا هديكم لف هنحمله وهنفتحه وهوريكم هنعمل ايه حالا. ده الملف اللي هيبقى معاك، ده الملف اللي هيبقى معاك. طبعا بعد الاستخراج هيطلع لي ملفين اهم، تمام. معايا البرنامج ده بنسطبه نيكست نيكست نيكست، ومعايا الكراك ده علشان البرنامج ما يقفش. هنضغط عليه ضغطتين، العربية، اوكي، التالي التالي التالي، وبعدين تثبيت وانهاء، تمام كده رجالة. بيقول لي هات لي البرنامج، هضغط له وهتفتح كده، وادي له البرنامج بتاعنا اللي احنا ثبتناه في البروجرام فايل. البرنامج اسمه NTH Software Broadcast، اللي هو ده. هضغط عليه ضغطتين كده، تمام، وارجع له التاريخ، اوكي. خلاص كده رجالة، عمر البرنامج ما هيقفل معايا تاني بكراك ولا بأي حاجة خالص، تمام. كل اللي هعمله بقى ان انا هروح افتح البرنامج، هنقفل خالص اهو، زايت ستوب، تمام. كل اللي هعمله انا موصل توصيلتي زي ما احنا اتفقنا قبل كده. لو انت شفت برنامج الفي ال سي كنت موصل التوصيله ازاي، كنت حاطط الكابل بتاعي الفيديو في كارت التلفزيون، والاتنين الاوديو خارجين على المايك. هنفتح البرنامج، تمام. طبعا هو هنا مبقاش في حاجه اهو. فبنعمل ايه؟ هنعمل اضافه من ستريم، اضافه، تمام. وهقول له هشتغل على اليو اس بي، وبعدين ديفايس انبوت هقول له هشتغل على الكومب زيت علشان يطلع صورة الفيديو، والصوت من المايك، تمام، مفيش في اي مشكلة، تمام. وعايز الجودة اعلى اهو، تمام كده، هقول له اوكي. وهنتظر هيفتح لي الصورة وهقدر ايه اشتغل واتفرج. طب انا عايز اظبط الاعدادات، هروح على الاوبشن، معلش عشان الصوت كده هيرد معانا اهو، هروح على اوبشن على الكواليتي انكودر سيتنج، خلي اعلى حاجة اعلى صورة تقدر تشاهدها او تتفرج عليها، على التمانية مثلا او على الاربعة او على الاتنين زي ما انت عايز، تمانية مثلا، والبيت ريت اعلى حاجة، ماشي، اوكي. ممكن برضو نلعب في الحاجات اللي هنا، لا خليها خلاص 128، ده قد ايه في الثانية، ماشي، ممكن نخليها مثلا 320. وهنا انكودر برضو هنخليها في اعلى حاجة، ودي هنخليها 25 برضو. طيب اللايف الهاي كواليتي خليها هاي كواليتي، فلاش ريكوردينج لو انت عايز تسجل،
طيب هنقول له اوك، تمام كده. هفتح ديتيلز، هفتح كونتينيو. بصوا ده الرابط بتاع الصفحة نفسها بتاعت البرنامج اهي، دي رابط الصفحة نفسها بتاعت البرنامج اللي بتطلع وتشغله لك، بتطلع بالشكل ده كده وتشغله لك. لو ضغطت عليه بيجي لي الاستريم اهو. ده بس احنا معليين ايوه معليين الجودة قوي اهو، شوف كده. واخدين بالكم معليين الجودة قوي قوي، انا موطي الصوت طبعا لان المايك مطلع صوت انا، تمام. نقدر ناخد ده ونظبطه في صفحة بمزاجنا، كوبي انسخ، ده الكود اللي طالع لي منه، نقدر ناخده ونظبطه في صفحة بمزاجنا. فانا خدته ورحت ظبطته، خلاص ده انا ايه هقفله ما عادش عايزه. اخدته ورحت ظبطته في صفحة المهندس عمرو اللي كان عطاها لنا، اللي هي الاي لوجن بالفلاش دي اهو. هفتح كده، فدي صفحة تحويل العملاء. اول ما العميل بيسجل يوزر نيم وباسورد بيروح داخل، بتجيله ايه الصفحة دي شغالة على طول اوتوماتيك، وتحت تقدر تعمل القنوات اللي انت عايزها، تقدر تعمل القنوات اللي انت عايزها اهي من تحت، معاك 15 قناة تقدر تعدل فيهم براحتك. طب انا عدلت في دي ازاي؟ فتحت يا جماعة الاي لوجن بالنوت باد ورحت جاي للمنطقة اهي، هنا اهي شايفين كده رجالة، تعالى من عند الديف، خد من اوبجكت لحد هنا كده، وسيب ما بين الديف والديف، وخد الرابط اللي طلع لك في الصفحة كوبي وحطهولي هنا اهو بيست، تمام. تحطه هنا وتسيف، بعد ما تسيف خلاص هيطلع لك ايه، ما عادش انا محتاج الصفحة دي، انا محتاج الايه. بعد ما سيفت هيطلع لي الايه الصفحة بالشكل بالمنظر ده كده. انا هقلب حالا دلوقتي اهو على قناة تانية، نشوف القناة اللي بعدها. الجودة شغالة عالية جدا جدا، نظيفة قوي قوي، كل ما عليت الجودة انت براحتك، كل ما طلعت الصورة نظيفة قوي، ودي شغالة فلاش بلاير يعني ما بتسحبش اي حاجة، جودة نظيفة جدا. اتفضلوا جربوها، البرنامج معاكو وانا اوريكو. في حاجة جميلة قوي بقى في البرنامج ده، يعني ان انا اقدر اضيف لوجو، اقدر اضيف ووتر مارك، احط مثلا صورة، اقدر احط صورة اقدر احط كده ايه صورة، وعايزها بتظهر فين كمان، يقول لك عايزها بتظهر فين، هتظهر مثلا على الليفت في التوب، تمام. واقدر اكتب اللي انا عايزه برضو يظهر جوه صورة كده ويظهر للايه للعميل اهو، اوكي. عايزين نشوف النتيجة. بص يا رجالة النتيجة، ان الصورة اللي انا حطيتها اتعملت اصلا ووتر مارك اهي، شايفين الصورة بتاعتي هي ووتر مارك اهي الخلفية، خدتوا بالكم؟ يعني انتوا ممكن تعملوا صورة وتكتب فوق هنا اسم، تكتب هنا معلش عشان صوتي عمال بيعمل صدى صوت لان انا شغال من المايك، تكتب عليها الشعار المحل بتاعك والدعاية بتاعتك وكل حاجة. فاخدين بالكم اهي طالعة ان الصورة بتاعتي هي الووتر مارك بتاعت الايه الفيديو اهو. انا حولت اهو، بحول، واخدين بالكم الصورة هي عبارة عن ايه زي ما انتم شايفين كده. عندنا كمان في الخانة بتاع الكونكشن، لو انت عايز تسمع صوت لما حد يدخل وصوت لما حد يخرج بتقول له اوكي اهو. تمام، انا لما عملت كونكت طلع لي صوت اهو،
تمام، والصورة شغالة بالجودة اللي انتوا شايفينها دي، نشيل بقى الووتر مارك دي. طبعا في ناس فنانين يقدروا يظبطوها يطلعوها حلوة قوي بشكل جميل، ان يطلع زي لوجو او شعار للشبكة بتاعتهم. انا كده شلت الايه الووتر مارك، شايفين الصورة ودرجة نقائها، وشغالة عن طريق الايه الفلاش بلاير. تمام. ثانيا يا جماعة، اللي بيميز البرنامج ده ان انت لما بتخش على اعدادات الويب بيفتح لك كمان الاي بي الخارجي، اي بي الانترنت. تمام. انا لو فتحت ادفانسد هقول له اديني الاستاتيك اي بي، هقول له ادي لي الاستاتيك اي بي، وبعدين هقول له اوكي، بيجيب لي الاستاتيك اي بي اللي انا شغال عليه اصلا، يعني 41 دوت كذا دوت كذا دوت كذا. لحظة بقى لحد ما ايه يجيبه. فانا عندي عشان عامل تحويلة كده في المايكرو تيك، فمش ايه هيظهر لك هنا، هيديك الاي بي 41 دوت كذا دوت كذا. افتح البورد 86 في الراوتر بورد او في الراوتر، وادي الرابط لاصحابك يقدروا يتفرجوا على القناة اللي انت بتبثها. ودي طريقة جامدة جدا للبث عن طريق الانترنت، وهنجربها وهحط لكم رابط باذن الله كل الناس تشاهدها ويقولوا لي الدنيا عامله ازاي. الف شكر ليكم، البرنامج معاكم، وباذن الله لو في حاجه جديده هنحطها في قسم البرنامج ده معانا على المنتدى. شكرا ليكم والسلام عليكم.